عليكم قصة خفيفة ظريفة بين الواقعية والرومانسية. قصة كتبتها أنا، كنتمنى أنها تعجبكم، كنتمنى نقرأ الرأي ديالها ديالكم فيها في التعاليق. والقصة فيها واحد العبرة زوينة، كنتمنى أنها تعم الفائدة وتكون قريبة لقلوبكم. من يوم إن شاء الله بغيت نشوف غنختار قناة اللي غنديرها الإشهار في الفيديو المجي إن شاء الله، اللي بغى أنه ننزل ليه الرابط ديال القناة ديالو وأن صورة على القناة ديالو على شنو كدير. طبيعة الحال خصو يكون المحتوى ديالو محتوى اللي هو مزيان، اللي هو هادف، اللي محتمل اللي نتقبلوه جميع. وإن شاء الله نحاول نختار القناة اللي غتبان ليا مناسبة واللي غدير أكثر عدد ديال التعاليق. قبل ما نبداها كنشكركم جميع على التعليق ديالكم زوينه بزاف، اللي كتعطيني واحد الدافع اني نكمل، وكتحسسني بواحد الفرحه هي اللي كبيره، وكتخليني نحس اننا قراب بزاف من بعدنا، انني كنعرفكم من خلال هذيك التعليق. ونخليكم دابا مع القصه. انا عشت واحد الطفوله اللي هي صعيبه بزاف، كان فيها المشاكل، كان فيها المعاناه من الفقر. حنا واحد العائلة اللي فقيرة، وس بزاف الناس اللي لبس عليهم، بزاف عندنا في العائلة اللي لبس عليهم، اللي مسك عليهم الله، اللي عايشين في الخارج، وحنا وس منهم دائما كنحسوا بالنقص. والدي ما فحالهمش، راك معارف اني كتكون عندك عائلة لبس عليهم، وانتم العائلة الفقيرة اللي كاينين وسط الناس هادو كاملين، كيشوفوا فيك واحد النظرة، ديك النظرة الدنيا كتبان ليهم نتايا شي حاجة اللي هي قليلة، شي حاجة اللي هي صغيرة. كتكون ديك النظرة ديال الاحتقار، ديال الذل، ودائما كتكون ديك العقدة ديال النقص. عائلتي عائلة اللي هي محافظة، انا صغيرة في خوتي. المهم انا من الصغر ديالي وانا كان عندي الطموح، كان عندي شي اهداف اللي باغا نحققها. كنت كنكره هذاك الاحساس اللي كنت كنحسو، وانا كنشوف العائله لاباس عليهم، كنشوفهم مفر لهم كل شيء، وحنا من دونهم، حنا من دونهم ما عندناش. في وحده في خواتاتي كانت زوجات. انا صغيره، الوالدة كانت كتضحي بزاف، هي والوالد كانوا كيضحيو بزاف باش يقدروا انهم يربيونا ويكبرونا. وخمسة كانوا اميين مقررينش، ولكن كانوا كيضحيو باش يقريونا، كانوا بغاونا نقراو، بغاونا نوصلوا لشي حاجه اللي هي زوينه، بغاونا نخرجوا من هذيك الحاله اللي حنا عايشين فيها. امي مسكينه كانت كتضرب سماره، كانت كتضرب سمارة، ولكن مع الأسف بحال لا كانت كتكبر ما فرغ من خوتي، ما قدرش شي حاجة اللي هي زوينة. خويا كاع تفلس، ما دار حتى شي حاجة، لا خدمة مقادة، القراية مقادة، أختي حتى هي ملي مشات زوجات. وكانوا العائلة كيتشفاو فينا، كيتشفاو فيها هي بالخصوص، ولكن كانت قوية، كانت كتبين ليهم ديك كتحاول تضرك داكشي اللي واقع، كتحاول انها تبان قويه، كتحاول انها بحال ما تحسش براسها راه نهزمات قدام هذيك الدور. انا من عمر 5 سنين ملي كنت باقا صغيره كنت كنحس بهادشي كامل، هادشي كامل اللي كيبان ليا، كنت كنحس بداك الفقر ديالنا، كنت كنبغي شي حاجه ما كنلقاهاش، كنسد عليا وكنبقى كنبكي بوحدي، وكنفهم كلشي ديك الظروف اللي كاينه، كنت كنفهم ماما، وكنسمع الهضره ديال الناس، وكنت كنحس بحال العافيه كتشعل ليا في قلبي ملي كنشوف في عيني ماما، وكنحس بديك اللام، داكشي اللي كتحس بيه وداكشي اللي عايشاه. والديا واخا نقولوا يعني كانوا مزيانين، الناس اللي مزيانين اللي دراوش، والدين اللي هما والدين ديال المغاربه بحال الوالدين ديالنا كاملين، ولكن ما كانوش كيعرفوا يعبروا على داك الاحساس ديالهم، ما عطاونيش الحنان، داك الحنان اللي انا كنت محتاجها من الصغر ديالي ما حسيتش به.
ما كانش مثلا كتجي هذيك الام اللي كتجي تعلق بنتها وتواسيها توريها هكا، كل شيء كان عنده محشوم. هذاك التعامل هكاك بحال الحشومه. كنت كنحس من الصغر ديالي بالوحده، كنت كنحس براسي وحيده. ملي دخلت الابتدائي ولا عندي هدف واحد، كما قلت لكم كان عندي واحد الطموح، كان عندي واحد الهدف، هو القرايه والقرايه والقرايه. كنت كندير مجهود كبير كبر من هذيك القدره ديالي، كنحاول اني ندير مجهود كبير باش نقرا مزيان. والدي لاحظوا هذا الشيء فيا من الصغر ديالي، بلي انا مهتمه بزاف من القرايه، كان الطموح ديالي هو القرايه. لاحظوا فيا هذا الشيء وكانوا كيفرحوا بزاف ملي كيشوفوني كنقرا، بحال رجعت لهم الامل، رجعت لهم داك الامل ديال اني غنحقق شي حاجه من داك الشيء اللي كانوا باغينو في خوتي ما حققوهش ليهم، واخا ما كانوش كيبينو ولكن كنت كنحس بيهم. الشخصيه ديالي كانت برغم الظروف اللي كنعيشوها كنت كنضرك على داك الشيء اللي كنعيشو. كان فيا الضحك بزاف، كنت ضحوك هي بزاف مع الدراري الصغار في المدرسه، هما كيضحكوا من قلبهم، ولكن راه كان في الداخل ديالي ربي اللي عالم بيا وبقلبي شنو فيه. حتى في الابتدائي كنت متفوقه في الدراسه من الابتدائي وانا بان التفوق ديالي، وكان الوالدين فرحانين بيا، كانوا عندهم كيحسوا بالفخر بيا وبهذيك النقط اللي كنت كنجيب. وديك الساعه ذاك الموقف ديال العائله، الناس اللي مرفحين في العائله كانوا كيحسدونا على حتى ديك النقطه اللي كنت كنجيبها، كانوا كيحسدونا على كيفاش وحده اللي ما فحالهاش كتجيب نقط حسن من ولادهم. هذا الشيء ما كانش كيدخل لهم العقل. دخلت الاعدادي نفس الشيء، كنقرا مزيان واخا المشاكل بزاف، ولكن كنت كنقرا، كان العقل ديالي غير في القرايه. كان الوالد ديالي مرض في ذاك الوقت، كنتصل بالعائلة باش يجيبو غير الطوموبيل باش نهزوه، كل واحد كيعتذر، كل واحد العذر ديالو. ملي كيكون الفقر حتى حد ما كيديها فيك، بحال الفقر شي حاجة، هذيك الوصمة ديال العار تحت ما مسالي. حسيت ديك الساعة حسيت داك الإحساس ديال الحكرة كيكبر. المهم داوها في الأمبيلونس وقالوا له بلا ما غيعيش. ديك الساعه الدنيا دارت بيا، ومع ذلك ما بغيتش ننزل حتى دمعة حداهم، حيت ما كنتش كنبغي نبين الضعف ديالي. هاد الحاجه هادي اللي ورثتها من الوالده ديالي. الطبيب قال لينا نديوه لمدينه واحده اخرى، لواحد المدينه اللي فيها السبيطار هكا كبير باش غادي يقدر يدير فيها عمليه، ولكن راه واخا العمليه راه النسبه ديال النجاح ديالها قليله ومحال يقدر يعيش. في الطريق ملي دخلت لعند بابا قال لي شوفي انت بنتي راك ماشي غير بنت، انت راك بنت بمية راجل، انا عارف راسي راني نعول عليك. ملي قالها لي الاول مره كنحس ببابا هزني ودارني في واحد المرتبه اللي هي كبيره، ما بغيتش نبكي حداه، ما بغيتش نبكي بقوه مني وباش ما نبينش قدامه وباش ما نزيدش ناثر عليه. ضحكت قلت ليه صافي نوض بغيناك غير تنوض ان شاء الله وتصح. المهم الحمد لله قدر يدير هذيك العمليه بفضل الله بفضل الجيران اللي تعاونوا، والحمد لله قدر ينوض. ربي كبير قدر يفاجئ علينا ونجاوزوا هذيك المحنه. ملي رجع للطبيعه ديالو ورجعت ليه الصحه ديالو بشويه بشويه الحمد لله، عاوتاني بحال تحل لي هذاك الباب ديال الامل. فرحت بزاف، رجعت ثاني للقرايه، رجعت بداك الطموح، رجعت بالقوه اللي فيا الداخل، رجعت بحال الاول الحمد لله. كنضحك في الليسي ديك الساعه كانوا البنات دائما كيقولوا لي عندك شخصيه زوينه قويه، كتضحك، كتقري مزيان، متفوقه. كيقول لي كدرتي ليها كاع هادشي جامعه، ساعداتك، ما عندك لا مشاكل لا والو، عايشه هانيه وديما ضاحكه.
وانا هذيك الساعه تحت ما عرفني شنو كان عايش الظروف اللي كان عايشها ربي اللي عالم بقلبي. من الداخل ديالي انا كنت كنحس براسي راه ضعيفه بحال هذيك القوه كنمثلها باش ما نبانش قدام ما نبينش الضعف ديالي. كنت كنحس بالوحده دائما من الصغر ديالي وانا وحيده، بحتاج لذاك الحنان، بحتاج لشي حد اللي يفهمني، شي حد اللي غير ديك التعنيقه، شي حد اللي يعنقني ويقول لي انا معاك. كنت محتاجه لذاك التقرب، ديك التعنيقه ديال الام ولا ديال الاب ولا ديك النصيحه الزوينه اللي من شي انسان اللي هو قريب لك كيبغي لك غير المصلحه. ولكن مع الاسف هذه الحاجه اللي كانت عند الام ديالي كانت ما كايناش، بحال كاين شي امهات مع الاسف ما كيعطيوش الحنان لولادهم، كيخليهم ناقصين من هذيك الحنان، كيحس يخليهم عندهم نقص، كيعطيهم كل شيء، كيعطيهم الخبز اللي غياكلو، كيقلبوا لهم على الخبز اللي غياكلو، كيقلبوا لهم على شنو يلبسوا، الظروف اللي غيعيشوا فيها، ولكن الحنان حتى هو شي حاجه اللي مهمه، غير ديك الكلمه الزوينه هذيك كتشد يدك تدوزي على راس ولدك اولا بنتك، تقربي منه تسوليه تحسي بيه، راه شي حاجه اللي هي مهمه بزاف. وبحال هذاك ديك الوحده اللي كنت كنحس بها كنت محتاجه لشي حد. من الصغر ديالي كان كيعجبني واحد ولد خالي، كان كيعيش في فرنسا، كان كيمشي لفرنسا، كنت كنبغيه كنبغيه بيني وبين نفسي حتى حد ما عارفه. ديك الساعه كنت وصلت للسانكيام اني، وواحد خالي كان قال لينا خالي اللي هو بارا ولدي بغي يتزوجها، يعني يخليوها على حسابنا تتكبري ان شاء الله توصل بعد ديك 18 عام راه ولدي ان شاء الله غادي يتزوجها. انا كنت مصدومه، ما تصدمت، ما تيقتش، فرحت بزاف، واو غادي نتزوج داك الشاب اللي كيعجبني اللي كنبغيه، فرحت بزاف لواحد الدرجه اللي ما كتصوروش. ديك السنين كامله وانا فرحانه، صافي داك الحلم ديالي تحقق. دازت عامين وانا ديك الفرحه في قلبي، وليت كنحلم واحد الاحلام اللي هي كبيره بزاف، اللي هي كبر مني، كنقول واخيرا ضحكات لي الدنيا، واخيرا غادي نفرح، واخيرا غادي نعيش مرتاحه، واخيرا غنمشي لفرنسا. وكاع داكشي كله كنحلم بيه، وكنرسم واحد داكشي كله كنرسمه في الخيال ديالي، ديك العيشه اللي غنعيشها من بعد. كنتخيل راسي راني معاه، حنا مزوجين، كندير في الوليدات بدارنا، وبقيت هكا فرحانه. حتى كان عندنا امتحان الجهوي جبت فيه نقطة زوينة، فرحوا بيا والدي بزاف، ولكن دائما داك ما كيبينوش ديك الفرحة ديالهم من الكلية، فرحانين ولكن ديك الكلمة الزوينة ما كتكونش ديك التعليقة، داك الشيء اللي غنحس بيه انا اللي كنت باغاه منهم، محتاجاه منهم، ما كنحش بيه. دائما كاينة ديك الحشمة بيناتنا. وبقى عاقلة على النهار اللي غادي نتصادف فيه. كان هذاك النهار هو 13 في شهر جوج. ديك الساعة كان عندي الباك، كان بريباري الوطني، ملي خرج ديك الساعة خارج جاية من اللي سمع السد العشية، ملي وصلت للدار حسيت ماما كتشوف فيا واحد الشوفة، ماشي هي ديك الشوفة، بحال ديك الشوفة ديال الشفقة. أختي الكبيرة حتى هي تقول لي نقول لك واحد الحاجة ولكن راه ما غاديش تعجبك. أنا من الشوفة ديالهم عرفت راه كاينة شي حاجة، كنقول في قلبي الداخل ديالي يا ربي السلامة شنو واقع، الله يحفظه صافي. قالت لي أختي شوفي راه بدر اللي هو ولد خالي قالت لي راه تزوج بوحدة في فرنسا. نزل عليا داك الخبر بحال الصاعقة، شفت فيهم تصدمت، شفت فيهم ديك الساعة تبسمت، قلت لهم الله يكمل عليه بالخير، وضحكت لداخل العافية شاعلة، العافية شاعلة، شي بركان فيا لداخل بحال بغي يفيض، بغي يطقطق. وانا حابسة تعشيت وانا كنضحك معاهم،
بحال ما وقع والو، بحال ما كاين والو. وضت وضيت صليت، كنسجد وكنبكي كنبكي كنبكي بواحد الحرقه. ديك الساعه كنت بوحدي، انا خليتهم حتى كلشي نعس، عدا الفجر داك البركان اللي كان داخل. تنعسو عدا الليل كامل وانا كنبكي كنبكي بحال بحال شي حمقه. صافي داك الحلم ديالي ضاع، داك الحلم ديالي تكسر، داكشي اللي فيا الداخل كلشي مشى. وعدالك بيني وبين راسي بقى ما متيقهاش، كنقول ليك ماشي حلمه خايبه هذيك، انا حلمه. الليل كامل وانا كنبكي. صافي من ديك الساعه كحلت، الدنيا في عينيا، قلبي هذاك البيض اللي كيبغي الناس كاملين، اللي فرحان اللي بغي يفرح، بحال كحال من الداخل. قليل اللي غيحس بيا الا اللي جرب شي حاجه اللي بحال هكذا. دازت شهور وانا لابسه داك القناع ديال الضحكه، ابتسامه مع الاولاد، الاولاد اللي كيقراو معايا، مع الاساتذه اللي كيقريوني. انا دائما كنبان اني هذيك البنت ديك التلميذه المشاهده اللي كتضحك، اللي فرحانه ديما، كنعطيهم دروس في الامل والتفاؤل. وانا الداخل راه العافيه، كنحاول كنضحك كنضحك بزاف، واللي الضحك هي اكثر من الاول، ولكن من الداخل راه بحال شي انسان ما عندوش الروح، غير الجسد وصافي واقف. كنت مع شي حاجه لداخل فيا تهرسات وما عاودتش تصلحات، حتى قرايتي مبقيتش كنقدر نركز فيها. صافي لان كنبقى شارده، كنبقى ساهيه، كنبقى كنفكر في داكشي اللي وقع. جا ديك الساعه جا الامتحان الوطني، قرب ما قديتش نركز، حتى كنحس راه بقى ليا والو، بقات غير 15 يوم. عاد بديت كنوحي في راسي، كنقول غادي نضيع هذيك التمارين ديال هاد السنين كامله اللي بقيت هكا، شنو معنى اني يحتل دابا ما نجيبش مزيان؟ يعني صافي راه خرجت على راسي، بقات غير 15 يوم. عاد زيرت راسي وعطيت راسي الحفاضه مزيان مزيان، البريباراسيون. صافي بديت كنحاول اني نتناسى هذاك الشيء اللي في الداخل ديالي، والحمد لله عاد نجحت وجبت نقطه اللي هي مزيانه. ايوا جا العرس ديال بدر في الصيف. العرس كيقرب، انا كنموت من الداخل، كنحس براسي بوحدي، ما عنديش ديك الصحبه اللي غادي نعاود ليها وغادي نفش على قلبي، ما عنديش اختي ما نقدرش نعاود لها هذا الشيء. مي ما بيناتنا داك الحيل اللي ما كنقدروش نكسروا، داك الحاجز اللي بيناتنا ديال الحياه. غير بوحدي كنفكر، غير بوحدي، حتى حد ما كيحس بيا. جا النهار ديال العرس، لبست مزيان، لبست قفيطيني، قديت حالتي، كان كنضحك كندور كنتسخر. او انا من الداخل ديالي كيف ما قلت لكم كنموت من الداخل، من الداخل العافيه شاعله فيا. شطحت مع البنات بحال ما وقع حتى شي حاجه، بحال ما كاين والو، ما كنبينش الضعف ديالي. واخا داك النهار حسيت براسي راني واحد الانسانه اللي هي ضعيفه، وعرفت بلي انا حساسه بزاف. حاجه ديال العريس كنشوفو شاد في يديها كيضحك، انا كنضحك، وديك الجمره كتكوي فيا من الداخل. كنقول يا ربي يا الدنيا، كيحسب لي راه صافي، راك تبدلتي معايا، راك ضحكتي ليا، ولكن ضحكتي عليا نيت. ما داز داك العرس حتى دازت عليا مزيان. سبحان الله داز واحد الشهر، صونات واحد السيده من العائله، تا هي فرنسا، وقالوا الوالديه بلا راه ولدها، قالت لهم ولدها باغيها في الحلال، يعني باغي يتزوج بها، ولكن يديروا بعدا المستقبل ديالهم. انا ديك الساعه كنت بحال غير جسد بلا روح، ما كنتش دايره في بالي نهائيا هذاك الانسان. مشيت كنصلي، صليت هذه المره صلاه الاستخاره، والموافقه راه وافقت بطبيعه الحال، قلت لهم واخا.
ديك الساعه انا كنت غادي نمشي نقرا في مدينه واحده اخرى باش ندخل مدرسه المهندسين. والدي شراو لي خداو لي بورطابل باش نبقى نتواصل معاهم. وواحد النهار ماما هضرت من البورطابل ديالي في الواتساب الولد دوات مع ماما. هاد الولد هذا سميتو فهد. هضرت معاها من البورطابل ديالي صافي مني سالاو هضر معايا سولني واش نتي هي فلانة. قلت لي اه. قال لي لاباس. قلت لي هي. المهم بقى كيهضر معايا واحد شوية وصافي. كانت اول مرة كنهضر معاه. بدلت من بعد المدينة. جاتني صعيبة في الاول ملي بدلت مدينتي. واخا والديا داك مكانش ديك المحنة الزايدة اللي انا كنت محتاجاها، ولكن انا ديجا كنت مأزمة عاطفيا، كنت ديجا حاسة بالوحدة. ملي بعدت على الدار زدت كملت شوية اللي باقي. وكان عندي دائما داك ملي من بعد ما خطبوني هاد الناس هادو لولدهم بديت كنهضر معاه، كنت احتاجيت ليه كإنسان أنه يتقرب مني، كنت محتاجاه. هو في هاد الناحية كان شوية بحال شوية معقد، ما عندوش مع داك الشاط بزاف، ما عندوش مع ديك الهضرة بزاف. أنا كنت محتاجاه حيت كنت كنحس براسي قامطة بغا مع من نهضر. كنت باغا شي حد اللي يفهمني اللي يقرب مني. وليت أنا كنصيفط ليه دي ميساج كيتعطل عاد كيجاوب، بحال كان فيه واحد البرود في شي شكل، ما شوية تقيل في داك التواصل ديالو. داز 5 شهور حنا هكاك صافي. انا واحد الانسان اللي ما عنده حتى شي حد في حياته، تعلقت به هو بزاف، بحال داك الغريق اللي كيغرق كيتسنى غير شي خشبه اللي يشد فيها. جاني هو بحال هذيك الخشبه، تعلقت به بزاف. واخا كنهضروا غير قليل وغالبا انا اللي كنهضر بزاف، هو كي غالبا داك التجاهل ولا كيكون فيه داك البرود كيفقصني كيقتلني، حيت انا محتاجاه ديك الوقت. داك التجاهل ديالو ليا زي كنت كيحطني اكثر من الاول. واخا كان يعني قال لي راه كنبغيك، ولكن التعامل ديالو شويه بارد، ما لقيتش الاهتمام ديالو اللي كنت انا محتاجاه. ايوا تخيلوا في هذا الشيء هكا، وكنقول لك ما كيهضر مع بنات اخرين، ياك ما عنده شي حد اخر في حياته. واحد النهار غواني الشيطان، ما تاش غندير ما غندير. قلت نشوف نجرب خطيبي، نجربو نشوفو ياك ما من دوك الاولاد اللي كيهضر مع البنات. قلت علاش لا، جربو شنو غادي نخسر. اتصلت بيه من واحد النمر اخر، حاولت اني نجربو. عرفني اهلا ديك الساعه عقبيه وتقلق، ما عجبوش الحال، هو ديجا غا مقلق. نقلت نات معي الحال بزاف على داكشي اللي درت، ورجعت شحال وانا ولكن كنزوق فيه كنطلب منه السماحه. واش تقريبا واحد الاسبوع وحنا هكاك وكنبكي صافي. ديك الساعه انا كنبغي وكنت باغا غير نجربو، انا بانت لي شي حاجه اللي هي عاديه في الاول. كنطلب فيه قال لي سمحت لك شويه، عاود ثاني دازت واحد المده ما كيعيط ليا ما كيسول فيا ما والو. تقريبا واحد الشهر داز بحال هكاك، صبرت بزاف عاود صيفط ليه كيطلع ليا غير جي ما كيكتب ليا ما كيعيط. صافي تعصبت عاود ثاني، مخليني هكاك كنغلي من الداخل ديالي، ما كيبين ليا حتى شي حاجه، لا طابت لا تحرقات. عاود رجعت صيفط ليه ميساج قال لي شوفي ما نبقاش نهضروا. قلت لي انا واش نتفارقوا؟ قرا الميساج ودازت تقريبا واحد ساعه جاوبني كتب لي اه. عاود صدمت واحد الصدمه، هاد المره اللي كبيره بزاف. كنتسنى غير يسمح لي، يعني كنقول راه هادي ماشي شي حاجه اللي هي كبيره. ملي كتبها ليا التليفون شاده في يدي، طاح ليا التليفون من يدي. كنبكي لاول مره بحال طرطقت. جاو صحاباتي كيشوفوني بديك الحاله تخلعوا، كيقول لي مالك. قلت لهم والو جمعت راسي في ديك الوقت وقلت لي قولها انت لماما، قول لها بلي راه تفارقنا انا ما نقدرش نقولها للدار. قال لي لا راه كان مرض هكاك. قلت له انا مريضه اكثر منك، صونيت لماما قلت لها ماما راه تفارقنا.
قالت لي على هادشي كنتو كتهضروا وكنتو عاديين، شنو وقع؟ قلت ليها صافي تفرقنا. من بعد اتصلت بيا ماما قالت لي يا بنتي اش هادشي الله يهديكم. قلت ليها صافي راه هو تفرق معايا خالتي، انا ما درت حتى شي حاجه، انا ما قدرتش نبقى معاه، نبقى نهضر معاه هو كيقول لي راه تفرقنا. والاول مره بديت كنبكي كنبكي كنبكي، اول مره كنبين الضعف ديالي هكاك، اول مره ماما بابا هما كيسمعوني كنبكي في التليفون، لدرجة ان بابا تصدم عمرو شافني حتى هو هكاك، وقال لي صافي يا بنتي صافي ديها في قرايتك ديها في قرايتك نساي هادشي كامل، مازال ربي يجيب لك النصيب ديالك. قلت لي بابا ما تخافش على قرايتي انا ديها في قرايتي. بقيت هكاك محطمة محطمة شهرين دازت عليا، وانا التفكير ديالي في هذا الشيء كنفكر في هذه العلاقه اللي كنت باديه اللي كنت فرحانه بيها. صيفط لي عاود ميساج كنطلب فيه باش يرجع ليا وباش يسمح ليا. هو بحال قاصح بحال قاصح قال لي مسحي النمره ديالي والله يعاونك. تخيلوا في هذاك الوقت اللي انا كنتسنى فيه زعما راه كنقول راه غادي يبرد مع الوقت راه غادي يتراجع، كنتسنى زعما شي حاجه اللي غادي تكون زوينه كيقول لي مسحي مرسي والله يعاونك. تحطمت بزاف، دازت مده عاوتاني عاود صيفط له ميساج كطلع لي غيفي. وفي هذيك الوقت هذيك جات جائحه كورونا، صافي رجعت لدارنا بقيت سد عليا غير في واحد البيت، كنبقى سد عليا في البيت مالك سد عليك، كنقول لهم راه غير الاستاذ كيشرح لي راه من سابها للدرس باش ما يوصلوش ليا لهداك البيت، انا سد عليا انا في عالم اخر عايشه فيه. انا ديك الوقت كنسد الباب ديال البيت وكنبقى نبكي في الظلام غير كنبكي، جاني اكتئاب صافي بقات عندي لا شهية لا الماكله لا والو، بقيت لا كنضحك كل شيء تلف ليا، كيفاش مبقيتش عارفه حتى كيفاش نبتسم، ما كنهضر مع حتى شي واحد صافي، وليت غير راسي غير سد عليا غير كنبكي. الشهية مشات كنحس القراية مشات، ضحت مني الأحلام ديالي اللي أي حاجة زوينة كنحلم بها كتضيع مني كتهدم قدامي، وليت بلا روح قلبي كيضرني كرهت راسي كنحس أنا السباب، السيد كان باغي المعقول وأنا كنجرب فيه، كنحس براسي راه أنا اللي درت واحد الغلط ودابا كنجازى عليه. دازت شهور ست شهور رجعنا ثاني كنقراو، ملي رجعت للقرايه كلشي تصدم فيا، لا الناس اللي كيقراو معايا لا الاساتذه كيقولوا لي فين هي هذيك ليلى تبدلتي بزاف، فين هي ليلى اللي كضحكنا اللي باغا تقرا اللي كتموت على القرايه اللي وقتها كله ضحك، فين هاد ليلى فين مشات؟ اللي هي كتعلمنا كنتعلموا منها اننا يكون عندنا الطموح اللي كتوصل لينا ديك الطاقه الايجابيه ديالها. انا وليت غير ساكته ما كنهضر مع حتى شي واحد، حتى وليت غير اللون ديالي هكا وليت صفراء وشاحبه وفي وجهي كتبان الحاله ديالي، داك الزين اللي كان فيا مشى، كنحس براسي دبلت بحال ديك الورده اللي كتدبل. واحد النهار كنت في القسم جالسه حتى تخيلوا داك التنفس مش عليا التنفس، تخنقت خرجت كنجري كنجري لبرا كنغوت كنغوت بالجهد بالساحة كنبكي. شدتني واحد لاكريز وداوني في لومبيلونس نهار كامل وانا في السبيطار، قلت لهم ما تقولوا والو الوالديه ما بغيتش نخلعهم. مور هادشي وليت صافي وليت عصبيه بزاف، اول مره كنعرف شنو هو العصب، وليت كنشرب ماغنيزيوم بشويه متهدد. وفي ديك المدة هذيك عاود داك الضعف ديالي وديك الوحدة اللي حاسة بها، كان واحد الولد معانا كيقرا معايا كان كيقول لي راه كنبغيك راه كتعجبيني، بقى كيقولها لي شحال مرة. داز تقريبا واحد الشهر وحنا كنكونو بزوج في المدرسة، ولفتو بديت بحال ديك الوحده ديالي داك الفراغ محتاجه لشي حد، بحال هو جا في داك الوقت المناسب، هو كان كيهتم بيا بزاف كنحس بيه كيفهمني كيحس بيا كيخاف عليا كنحس بالاهتمام زايد من جهته، ولفتو تعلقت بيه كان نقول هذا هو اللي غادي ينسيني في كل شيء، هذا هو اللي مناسب ليا.
وديك الساعة كانوا كيقولوا لي الناس اللي كيعرفونا كيقولوا لي ما تثقيش فيه، كنقول لهم انا شغلي هذا، انا كنبغي حتى هو كيبغيني. من قبل كان كيشرب، كان كيكمي، ولكن ملي وليت معاه هذا كلشي داكشي حيدو، مع كنقول لي حيد عليك داكشي، بغيتي نبقى معاك حيد داكشي، كلشي داكشي حيد. ملي حيد داكشي زاد كبر في عينيا، كبر في عيني، كنحس بيه راه كيتصنت ليا، كيدير بحسابي. انا اعترفت ليه، قلت ليه صافي راني انا كنبغيك، فرح بزاف، حسيت بديك الفرحه في عيني. بقيت انا وياه، الوقت كيدوز، مع المده وليت عاود كنحس بان الاهتمام ديالو كينقص، وكنحس بداك الاهتمام فعلا غادي كينقص، كيتبدل. ومره مره هكا كنشد عليه شي كذبه، واخا كيف ما كانت، المهم كذبه بسيطه عاديه، كنقول ليه شوف راه انا كل شيء الا الكذب، راه هو الحاجه اللي ما نتحملهاش. كيعاود كيعتذر مني، كيقول لي ما نعاودش، وراه غادي نتبدل. هكاك مره الاولى، المره الثانيه كنحاول كنتناسى داك الشيء. عاود انا في ديك الوقت كامل كنصلي، كنسجد، كنطلب من الله، كندعي ربي يبعد عليا الناس اللي ما مزيانينش، يبعدوا عليا من طريقي. كنطلب من الله انه يلاقيني مع شي من الناس اللي يكون معايا مزيان، شي حد اللي يعوضني على هادشي كامل، اللي يعمر لي داك الفراغ اللي زوين في حياتي. ولا كان هاد الولد هذا زعما ربي يسر لي فيه. كنلقى راسي كنبعد عليه، بحال خاطري بدات كتهرب منه، ولو التصرفات ديالو كنحس بهم بحال متصنعين، ما بقيتش كنرتاح ليه. كنحس بداك التصنع ديالو مع الناس ملي كيقولوا لي ما تثقيش فيه، كيزيد يكمل، بحال وليت كنحس في عينيه بالغدر. انا ما بازيتش على الهضره ديال الناس اللي كانوا كيقولوا لي، انا ما كنديرش في الهضره ديال الناس، كنشوف انا شنو كنحس، وانا شنو كنفهم، وانا شنو كنعيش. التصرفات ديالو ولو باينين انهم ماشي من القلب، ماشي ديك العفويه اللي انا كنبغيها في الناس، داك الانسان اللي عفوي اللي كيتصرف على طبيعته. بحال فقت وعقت بيه ديك الساعه، وبعدت منه، تفارقت معاه. كانوا داس واحد المده عاوتاني ويبان في حياتي، داك الانسان اللي تعلقت به، اللي معروف بالتجاهل ديالو، بالبرد ديالو، جام فراسا غير شفتو وليت كنترعد، كل اللي كنترعد، حيت مازال ما نسيت. واخا هكاك ديك الساعه في ديك اللحظه اكتشفت بالله داك الولد اللي كنت كنهضر معاه، هذاك ماشي حب، كان ولف، كان بحال كنسي بيه، الله اعلم شنو كان، ولكن الحب ما كانش حب. رجعوا لي دوك المشاعر ديالي كاملين، غير سلمنا عليهم. كنت خرجت مع ماما تشري شي حاجه، ملي رجعنا كان هو مريض ديك الوقت، كان كلا شي حاجه، وكان ضراتو في كرشو، و كان مريض، غير شتو زعما بقى فيا تاثرت، ما عرفتش شنو وقع فيا، كنحس براسي راه مازال كنبغي. بقاو عندنا كنشوف فيه غير ساكتين، كنشوف فيه هو كيشوف فيا من الاتساع من بعد، وما هضرناش، ما هضرتش انا وياه. ديك الساعه خرجوا، ملي كان غادي يركب في الطوموبيل بقى مطول فيها كنشوفها، وديك الشوفه ديال عيني كانت في شي شكل ما بغاش تنسى لي، في واحد اللمعه في شكل، ديك اللمعه اللي كانت في عيني ضراتني في قلبي بحال داك السهم اللي اخترق لي قلبي. بقيت كان ديك الشوفه ديالها بقات كتسد عيني، كتبان لي ديك الشوفه، ما قدرتش ننساها. عاود داك الشيء كامل حي في قلبي من الاول، بحال كنت كنبغي نتناساه ولكن باقي في الداخل ديالي. المهم داز دابا واحد شهر، دابا انا حاليا في دارنا، كنوجد الامتحان. كان هو كان النمره ديالو كنبدلها، بقيت كنقلب على النمره ديالو حتى لقيتها، عاود صيفط ليه ميساج كنحاول اني نطلب منه السماحه، صراحه بغيت نرجعو كيف ما كنا.
ملي شفتو حسيت بيه راه حتى هو كيبغيني، مازال كيبغيني. قرا هذاك الميساج وما جاوبنيش عاوتاني، ما عرفتش اشنو اللي واقع، شنو هادشي اللي كيطرى ليا، شنو علاش الانسان اللي بغيتو كيبعد مني، علاش هاد العلاقه له هاد الصعوبات في حياتي. انا عمري ما دريت شي انسان بكلمه ولا بفعل ولا اي حاجه، بقيت في دوامه فين كنتقرب من الله سبحانه وتعالى. كنمشي للمسجد كنصلي، كنقرا في القران، كنبكي، كنطلب حاجه وحده من الدنيا، ان الانسان اللي بغيته يكون ليا في الحلال، يكون زوج ديالي في الدنيا او في الجنه. ما كنشوفش الماديات او لا الفلوس او لا او لا الجاه او لا اني نتبرع. باغا نهدى في حياتي، باغا نرتاح، باغا نعيش هانية، نعيش مرتاحة في نفسية ديالي. واش ماشي من حقي انا نعيش مع الانسان اللي باغا قلبي يرتاح ليه، اللي بغاني في الحلال؟ غلطت غلطت، ولكن ندمت، غلطت بدافع الغيرة، الغيرة رحبت عليا، وغلطت وما عارفة شنو اللي كيوقع ليا. دازو يومين، في النهار الثالث التقيت واحد السيدة في المسجد اللي بديت كنمشي ليه، واحد السيدة تبارك الله قارية مثقفة وحافظة كتاب الله، وكانت أستاذة ديال التربية الإسلامية، كانت عندها دروس في المسجد ديال النساء. معاها عرفت شحال من حاجة، تعلمت شحال من حاجة، عرفت أني مقصرة بزاف مع الله. كنصلي كنصوم راه كان ديال ليا، ولكن فين هو داك التقرب من الله، داك الاحتياج ديالنا من الله اللي كنبينو في واحد الصفات اللي هي مختلفة، داك الدعاء اللي من القلب، داك التخشع في الصلاة اللي كيوصل لواحد الحد اللي كتحسي بأنك قريبة بزاف من الله، ما كيفصل بينك وبينو حتى حاجة. ما علينا، الزوج ديالها كان أستاذ جامعي حتى هو، في نفس الوقت كان كيدير الرقية الشرعية في سبيل الله. ملي حكيت ليها شنو كيوقع ليا، نصحتني بالرقية الشرعية، ربما تكون محتاجها وأنا ما عارفاش. تكلمت معها عليا وفعلا اتفقنا أنه غيجي عندنا للدار في الحضور ديال الوالدين ديالي، وهو يدير ليا حصة ديال الرقية الشرعية. أول مرة في حياتي كنعرف معنى ان الانسان ديال الانسان ضعيف بزاف، ضعيف لدرجه انه ممكن ان تسيطر عليه واحد القوه خفيه اللي هو ما كيشوفهاش، اللي هو ما داريش بها، كيكون مسلوب الاراده، حتى ان حياته كتولي غدا في واحد المسار اللي هو ما عندوش تحكم فيه. ما عرفتش شنو وقع ليا. اول مره في حياتي طحت غبسه على الوعي والواقع، والاول مره كنعرف شنو السبب ديال هذا الشيء كامل اللي كيوقع ليا مده طويله هذه. بالا ديال انك تكون تحت تاثير السحر، السحر الاعراض ديالو، ان انا ما كنتش مستشعرها، كنت حاسه براسي عاديه، ما انتبهتش ليهم، ما رديتش البال، غافله وسط ديك الحياه والتلاهي. درت حصه وزوج وثلاثه، نصحني باش نعاون نفسي، نصحني بقراءة سورة البقرة يوميا والأذكار وهكذا باش نساعد نفسي على الشفاء تاعي. كنت محتاجة أنا في هذا الوقت أني نقرب من الله. حمد الله أني كنت دوزت بعد الامتحان، بقيت مكتئبة غاسة الدالية، داك السحر كان ديما كيخلي ديك الفرحة ديالي ما كتكملش، كيخلي المشاكل كيوقعوا بيني وبين أي إنسان بغيتو أولا بغاني أولا بغيت تقرب مني. واخيرا عاد فهمت العكوسات اللي كانت كتوقع ليا، والنهار اللي تاكدت ان الله حيد عليا هذاك السحر او العكوسات او لعنه الحب كيف ما كنت كنسميها، سمعت صوت العنده ديال الرسائل الصوتيه. نسيت البورتال، كنفتح الواتساب وكنتفاجئ برساله من عنده، من عند فهد. صدمه اللي ما كنتش متخيلها، ما كنتش متوقعها، كنت نسيت وسط مشاكلي وهمومي، ولكن كنت ناساه، كنحاول اني نعيش بواقعيه اكثر. كان ميساج بسيط فيه كلمه واحده، ولكن كلمه اللي حياتني، كاتب ليا سلام، بحال بديك الكلمه كيفتح معايا الحوار، كيقيس النبض ديالي، كيحاول يشوف ردة الفعل ديالي. بقيت دقائق كنشوف في داك الميساج، والدموع ديالي هو هادي. كتب ليا والله حتى كتب ليا، كنحاول نصدق ارادتي بصح راه واقع ماشي كنحلم.
شحال هذاك كتبت ليه وعليكم السلام، بحال هو كان كيسيني غير انت كتب جاوبني على الفور، كتب ليا كي نشوفك ما جاوبتوش تصدمت، شنو غيكون باغي مني بعد هاد المده كلها؟ شويه ملي شافني متردده اولا تاخرت عليه حتى كتشوف راه التليفون ديالي بدا كيصوني، كنسمع الصوت ديال رنا انا كنزيد نصدم، مع بحال فشي حلم، بحال فشي بلاصه مخشيه فشي بئر عميق انا ما وهياش بشنو كيوقع. بقيت كنرجف كنرجف وجاوبتو، خفت يقطع ولا يرجع يقبر عاود. السلام عليكم، اسمع صوتي اللي سمعت صوته اللي توحشتو. عليكم السلام، قال لي عليكم السلام، سمعت بلي مريضه كي بقيتي. زدت صدمت لانه عرف، يعني ما حسب انه يعرف اخباري. جاوبته الحمد لله محنا ودازت، قال لي ايوا الحمد لله الله يجعلها مغفره للذنوب ممكن نشوفك. سؤال والجرأة ديالو عاود صدموني، لا هادشي بزاف عليا في هاد اللحظة. دازت قدامي داك الشريط ديال داك الايام والشهور اللي دوزتو وانا كنتسلم كلمة منه، قلت ليه لا ما نقدرش. حسيت بيه تفاجئ من الجواب، ولكن ميمكنش ليا واخا نكون ما عرفتش كيفاش متلهفة عليه، راه غبر شهور ومي يجي يقول لي نشوفك نقول ليه مرحبا اياه هي الاولى. بقاش شحال ساكت عاد جاوبني، اذا علمي الدار غدا غندوز عندكم مع الوالده. كانت بدايه جديده، الحياه جديده، كل شيء جدد في حياتي. ارجع ليا مع الحياه والامل والابتسامه، رجعت علاقتنا رسميه وبقوه، رجع حبنا امام الملأ، ورجع معايا انسان اللي مختلف اللي كيتكلم كيعبر على حبه ليا. ضدنا العقد في ظرف اسبوع لانه كان غادي يسافر، لاننا بزوج قررنا ان كلامنا ولقاءاتنا يكونوا في الحلال، حبنا يكون في الحلال. وخا سافر ورجعت انا لحياتي في انتظار انه يكمل ليا اوراق السفر باش نلحق به، ولكن كنت الزوجه ديالو قدام الله وقدام الناس. عرفت ان السحر اللي عندي كان داير ليا مانع، هو اللي كان داير داك المانع بيناتنا، كان كيخليه كل ما كيبغي يتقرب مني كيبعد. ما عرفتش انا شكون دار ليا داك السحر وما كيهمنيش نعرف، لانه ما عندي ما ندير به. اكيد ان الله غادي ياخذ لي حقي منه، لان الله ما كيخليش الظالم ظلمه، ولان هاد الانسان هذا ضرني وسبب ليا فواحد الضرر كبير بزاف. هذاك السحر هو اللي خلى مشاعر فهد تكون متبلده، والحب ديالو ليا يكون مزعزع. كل ما كيبغي يقرب مني الا وكيلقى واحد الحاجز بيناتنا، اولا المهم كيتبقى شي مشكل. خلات الشكوك كتكبر في الداخل ديالو، اهليا كيبقى دائما متشكك، دائما باغي يتقدم يدوي معايا وما كيقدرش، كيبغي يشوف فيا وما كيقدرش، ديما شي حاجه مانعه. حتى عندي وحتى النظره ديالو ليا اختلفات، وجات عليا واحد الوقت مابقاش متقبلني في حياته، واللي عرفتو واستفدت منه ان الانسان خص دائما يلتزم بالطاعات ويتقرب من الله سبحانه وتعالى، ويلتزم بالاذكار وبالرقيه الشرعيه باستمرار، قراءه المعوذتين ايات الكرسي وادعي الادعيه اللي وصل عليها الرسول عليه الصلاه والسلام. منها مثلا انك كتقول اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق ودرا وبرا، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وهذه كانت القصة ديالي، كانت من أنا القصة ديال اليوم تكون عجبتكم. ما تنسوش ديروا لايك، تخليوا لي التعليق في الرأي ديالكم على القصة، وحاولوا أنكم تبارطاجيوها لعل وعسى هذه العبرة اللي فيها يستفيد منها أكبر عدد من الناس. شكرا لكم، في أمان الله.